هذا الموضوع. بعض الدول دكتور إسلام ومنها مصر اللي حضرتك بتحدثني منها قالت إننا ربما نصل إلى المرحلة الثالثة من الفيروس. لا نعرف ما هي المرحلة الثالثة، لكن مجرد الإعلان أثار الفزع لدى البعض. ما هي المرحلة الثالثة؟ المرحلة الثالثة هي خلينا نقول إن المرحلة الأولى إن ما يبقاش في أي احترازات للإغلاق وحظر التجول، المرحلة الثانية يبقى في حظر تجول نصفي بحيث إن نص اليوم الناس بتشتغل فبذلك الاقتصاد ما يتضررش كثيرا. دي متطلبة إن يبقى في وعي تام من البشر وقوانين وضخ أموال للتوعية على المسافة الآمنة. ده لو ما حصلش واحنا شايفين ان المواصلات والمترو في مصر مزدحم للغايه محتاجين نعلي الاحترازات ان يبقى حظر التجول اعلى يمكن تكون مدته الزمنيه في اليوم اعلى ونمنع اشغال معينه ان هي تنزل بحيث نقلل عدد الناس اللي تنزل تشتغل وفي نفس الوقت هيبقى في احترازات عاليه على وسائل المواصلات خصوصا المترو والاتوبيسات العامه. ده الدرجه الثالثه. الدرجة الرابعة طبعا هو إغلاق تام، يعني احنا وغالبا احنا ماشيين للسيناريو الثالث لأن الأرقام هتوصل تقريبا لألف بمعدل التسارع اللي احنا شايفينه يوم بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع. دكتور إسلام شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة. دكتور إسلام عنان شكرا شكرا جزيلا، أستاذ اقتصاديات الصحة وانتشار الأوبئة.